حج احمد، حج احمد. ايوه. نعم، خير يا ابو زكريا، عاوز ايه؟ حج احمد جوزك فين؟ مش قاعد خير. كنت عايز اتكلم معاه في موضوعنا واطلب منه زهره تاني. مش قاعد، راح لاخوه واجر الموضوع ده لبعد التقسيم. تقسيم ايه؟ راح هو واخوه واخته عشان يقسموا كل حاجه. ايوه، ما هو لازم يعمل كده بعد ما طلع لجوزك وريس. وريس مين؟ ولده. ولد مين يا ابو زكري؟ تدبيت؟ ولد جوزك يا بنت عمي، باسم، واد زي القمر، هيتكلم مصري وامه مصريه طبعا. انت جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلام، ده شوف، شفته بعيني وهو متشعلك في رقبة جوزك ويقول له بابا كمان. شفته فين؟ عندي توحيد، مخبيين الواد هناك، عشان كده أخوه هيقسم، عشان في وريث مش بت. لما كان جوزك عنده زهرة بس كان مش مهم، إنما دلوقتي مهم. عارف لو طلعت كذاب؟ المفروض ما كنتش قلت لك، بس أنا قلت أنت أولى بالواد من عمته، أنت مرت أبوه والورث كله رايح للواد، والأحسن برضو إن يبقى تحت عينيك. امشي دلوقتي يا أبو زكري. أنا طول عمري عايز أنصفك أنت والبت الغلبانة بتك، حتى لما طلبت يد زهرة لكان عشان جواز ولا حب في حريم، كنت عايزها تتسطر بدل كلام الناس. ولما عرفت حكاية الواد جيتلك، لأني ماليش مصلحة غير إنك تعرفي عدوك من حبيبك. عدوي؟ روح للوك يا أبو زكري. اوعي تزعلي نفسك، في داهية الورث والفلوس والعمر اللي راح. خلي بالك من صحتك، عموما هو عندي توحيد. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوني كلكم، اللي هتحكم بيه الحجة توحيد هيمشي على الكل. يعلم ربنا ان محمد واحمد هم عين اليمين وعين الشمال، دراعي حيلي، وانا ربنا كرمني وما خلفتش، بيجي هم اخواتي وولادي. شايل همك يا محمد، وعارفه انك واقف وقافي، شايل هموم الدنيا كلها على كتافك وحدك، وشايل هم احمد من زمان واكتر، لما غاب وقطع بينا 10 سنين. الشهاده هيحاسبنا عليها ربنا يوم القيامه، وانتوا كبرتوني وانا كبرت الحق في جروسنا كلنا. ابوي الله يرحمه ويرحم الجميع، كتب كل حاجه لمحمد، بس مش عشان ظالم، لا، عشان عارف ان عياله ولاد حلال، مفيش حد فيهم هيبغى على التاني، وعشان عارف كمان ان الحج محمد حجاني، كان مستني اليوم اللي ربنا يهدي فيه احمد. الارض الجبليه وارض الجنبيه وارض الحوض البحري وارض الجزيره كلها بالنص، حتى الارض اللي اشتراها محمد في حياه ابوه هي ملكه وحده، بس هو هيقسم، وانا من تلاي مش عاوزه، ويرضيني انكم ترضوني، ورضوتي ان اشوفكم قدامي
زي ما انا شايفاكم دلوقتي دفيانه بنفسكم ومتونسه بحسكم. حد منكم عنده كلام بعد اللي حكمت بيه الحاجه توحيد؟ والله يا اخوي لو عليا ما عاوز خردنا. يبقى فاضل المحجر. ماليش فيه. لا يا محمد، المحجر شجاك، مفيش حد له فيه دبشاي. الكلام اللي قالته الحجة توحيد دلوق عندي أقوى من أي حجج وأوراق. وأخوي عندي أغلى من أي ورث. ربنا سبحانه وتعالى عايدينا فلوس وإخوات وعيال، وإحنا تربينا على إن الفلوس هتروح وتيجي وقيمتنا بيها ومن غيرها. وعيالنا احنا عايشين ليهم، لكن الاخ والاخت ما تعوضوش ابدا. وانا توحيد عندي بمئة راجل، وحقها الشرع فتين ابوها وكافه شيء هتاخده دلوقتي. لو البنات عندنا بيتراضوا يبقى توحيد لا، لانها راجل والراجل ياخد حقه. وقدامكم كلكم المحجر ده، لو اخوي احمد حب يوقف معايا فيه ايده في ايدي من غير ملك مش هقول لا. انت عارف يا حاج انا عاوز ايه، ولو اني اصلا مش عاوز حاجه. انت شاهد على كل حاجه يا شيخنا، واللي قالت عليه الحاجه توحيد، لو العدل انه يتقسم بموس اقسمه بموس. مش عيال دياب الكبير اللي حد منهم ياخد من اخوه ميلم واحد بالباطل. أنا دلوك بس ارتحت يا ولد. حب على إيد أخوك الكبير يا أحمد. توحيد! توحيد! أنت لا يا دوحيد! الرصاصة جت من هنا! رد علي! أنت أبويا يا أمي! توحيد! الحروف! صوتك راح فين؟ صوتك الحنين سكت ليا يا توحيد، انت عمرك ما طلبت حاجه من حد.
عمرك ما طلبت حاجة من حد. قسما بالواحد الأحد اللي ملوش تاني، لجيب اللي ضرب العيار ولو في سابع أرض. وحد الله يا بوي، ربنا يرحمها برحمته. فديتي مين فينا يا توحيد؟ فديتي مين فينا؟ توحيد، رجعتيني عيل صغير عيبكي على أمي سابتكم. هتسيبيني لمين يا توحيد؟ لا، كل المواجع اللي كل المصايب اللي توحيد راحت يا أحمد، توحيد راحت يا محمد. حق توحيد ماتت.